جرباع. فيكش لا ايش معصب؟ كيندم هارت ما راح تكون حصرية على بلايستيشن 4 يا ثور. اوكي هذا شيء زين، في ناس اكثر راح يلعبون اللعبة، هذا شيء زين. شيء زين يعني راح تنزل على اكس بوكس؟ شيء زين انها راح تنزل على اكس بوكس عشان في ناس اكثر راح يلعبون على اللعبة. انا ليش قاعد حاجيك؟ انت غبي وقاعد ضيع وقتي. باتمان أركم سايلم كانت صدمة، ما حد توقع لعبة باتمان تكون قوية، ولما جت أركم سيتي صارت أوبن وورلد وضافت وايد أشياء، صارت من أقوى الألعاب 2011. هذيلا كانوا من روك ستدي، بس أركم أوريجنز من دبليو بي مونتريال، هذه شركة جديدة حق الألعاب، دبليو بي جيمز الببلشر ودبليو بي مونتريال ديفلوبر، وما قدر يغيرون مثل التغيير اللي صار بين أركم سيتي وأركم سايلم. بالنسبة لي أركم سايلم كانت أقوى من أركم سيتي، لان التركيز كان اقل بس احسن على القصه واللعب، بس اركم سيتي كانت اوبن وورلد، فعلى حسب انت شنو تحب، اشياء اكثر ولا اشياء اقل بس التركيز اقوى. اركم اوريجنز القصه تكون من البدايه قبل كل شيء، يعني توهم ما يعرفون باتمان، بس اللعب يكمل على اركم سيتي، نفس اللي صار من اركم سايلم لاركم سيتي، يعني ما يعطونك شيء على البطيء، خلونك تتعلم ورا بعض. فانصحك تلعبهم بالترتيب، اسايلم بعدين سيتي بعدين هذه اذا تبي تلعبها، وعشان تقدر تحس بالتغييرات بعد. القصه هني احسن من اركم سيتي، وبعض البوسس هم احسن بس فيهم تكرار. الحلو بالبوسس انه غير عن باقي الالعاب، مو توخر عن البوس ولما تقدر تطقه يلا تطقه، هذا شيء زين باقي الالعاب، بس هاللعبه قاعد تسوي شيء غير، تقدر تطق البوس على طول والبوس يصد وانت تصد، بس مو كلهم كذي، هذا شيء حلو بس مرات ينعاد نفس الشيء كذا مره، يعني انت بتطقه يصد نفس الصده اللي صدها قبل، وانت تصد نفس الطقه اللي طقها قبل، وهالشيء يصير وايد. الطق نفسه مال اركم سيتي ما تغير وايد، بس فيها انيمز يدك، وشي حلو انه يبي لهم تفكير، ونفس اركم سيتي في اشياء تقدر تجمعهم، والفرق بينه وبين باقي الالعاب ان الالعاب يخشون الاشياء اللي تقدر تجمعهم او يحطونها بمكان صعب تروح له، بس هني اغلب الاشياء اللي تجمعها لها لغز، وهذا شيء حلو. بس المشكله ان كل هالاشياء موجوده باركم سيتي، كل الجادجتس اللي يدك ضربه تقدر تستعملهم بطريقه حلوه وانت قاعد تطق. اللعب يكون فيه ستيلث، يعني انك ما تخلي احد يشوفك، وفي طق عادي. الستيلث حلو حيل، ومع الجادجتس اللي يدك صار احلى، بس الستيلث اقل هني من أركم سيتي، والستيلث كان أقل، ولما الحين ما في ستيلث وايد، وهذا الشيء يختلف من واحد للثاني. في ناس يبون طق أكثر، بس في ناس يبون ستيلث أكثر، وأنا ما عندي مشكلة أي هو أكثر، لأن اللعب روعة، حتى لو شنو تحط لك، القصة فيها بين وجوكر، وأي شيء يصير بينهم روعة، أداء جوكر شيء قوي. باختصار تحط روي بيكر بأي مكان راح يمشي، هو جول في ذا لاست أوف أس، وبكر بايشاك إنفينيت، وكان جيب بيرسونا 4، يعني بكل بساطة كل لعبة هو يكون فيها يكون أحسن واحد. بما ان اللعبه اوبن وورلد يعني فيها سايد ميشنز، السايد ميشنز اللي باركم سيتي كانوا بعضهم زينين بس بعضهم صايرين كلهم شغل زياده، سووا نفس الشيء بس باماكن وايد، يعني مثلا فجر هالشاحنه اللي موجوده بكذا مكان بالخريطه، وهذا شيء غبي وكنا ما لهم خلق يسوون شيء. الله والخريطه عاد، خريطه غبيه ما تقدر تفصل الاشياء عن بعض، يعني هذه خريطه، هذا منظر خريطه، اي منظر خريطه. بس في سايد ميشنز روعه مثل مرات شيفا وماد هاتر، لان فيهم قصه وتنويع باللعب. ماد هاتر عنده ميشن واحد تخيل فيها وايد اشياء، واشياء صدق حلوه. مده اللعبه اكثر من اركم سيتي، يعني اذا بتسوي نفسي تلعب مين ميشنز ورا بعض بس تلعب شويه سايد ميشنز وما تجمع وايد اشياء راح تطلع لك 15 ساعه. في ناس يقولون اذا ما راح تجمع شيء ولا راح تلعب سايد ميشنز راح تطلع لك 12 ساعه، وهذا شيء مو زين، لان اوبن وورلد المفروض تكون اطول من كذي، بس عوضوها بنيو جيم بلس واي ام ذا نايت، واللعبه فيها اونلاين، وفكره الاونلاين حلوه. يكونون ثلاث افرقه، فريق بين، فريق جوكر، فريق باتمان وروبن. فريق بين وجوكر يلعبون كنا شوتر، يكونون ضد بعض، ولما تلعب باتمان وروبن يكون نفس لعب السنجل بلاير بس يموتون اسرع عشان يصير في توازن بينهم. لما تلعب فريق جوكر او فريق بين راح تنغث من الشوتنج لانه غبي والاسلحه ما فيها شيء زين. كان احسن لو اشتغلوا على هالشيء عدل، بس لا تتوقع انك راح تلعب اونلاين مده. يعني بكل بساطه القصه حلوه واداء روعه واللعب حلو والمدة صح قصيرة، بس مع الأشياء الزيادة راح تصير المدة زينة. بس حط ببالك أن اللعب نفس أركم سيتي والأشياء الزيادة ما تأثر على اللعب وايد، والسايد ميشنز أغلبهم مملين لأنك قاعد تسوي نفس الشيء كذا مرة. أنا ما راح أعطي تقييم حق اللعبة،
إذا تبي تعرف ليش شوف بيون توصل. والشيء الثاني الغبي بالتقييم إن كل واحد يشوف التقييم بنظرة غير. في اللي عنده إن 5 شيء زين، بس في ناس وايد يعطون 9 وشيء عادي. يعني IGN عطوا MW3 9، وعطوا Arkham Origins 7.8. بالريفيو اثنينهم قالين إن الألعاب هذيلا ما فيهم تغيير. تدري شنو المشكلة؟ إن الريفيورز يختلفون، كل واحد قاعد يشوف شيء ثاني، بس اثنينهم يكتبون باسم نفس الموقع، وهذا شيء غبي. لايك سبسكرايب وتابعوني بتويتر، كل شيء موجود تحت. وعلى التاريخ الجاي، أول شيء نوفمبر شهر مو صاحي بالألعاب، الألعاب قاعد تنزل ورا بعض. وثاني شيء تاريخ لعبة يبي له وقت مو طبيعي، على ما نكتب ونصور ومنتج. بس صراحة هالشيء يونس، أنا ما راح أقول تاريخ يتعب، خلاص ما راح أسوي شيء. هو صح الشيء يتعب، بس استانس بعد ما أخلص. والحين عندي امتحانات بعد، كملت السالفة. لا تنسون لايك وسبسكرايب. والتاريخ الجاي ما راح يكون لعبة، راح يكون شركة. شركة توها أفلست. أخليكم أنتم تتوقعون أحسن. ترى زين يعني بس أتأخر يقولون لي ليش ما تنزل عشان ما شر، يعني يهتمون فيني. شي حلو. خلصنا يلا. كندم هارتس ما راح تكون حصرية على بلايستيشن 4. قرباع قرباع قرباع.